السلام عليكم، معكم عائشة الجواهري، أخصائية الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي. كيف ما لاحظتوا اليوم كانت عندنا حصة ديال الترويض الطبي لهاد الأطفال. تنخدموا معهم الترويض الحركي اللي عنده هكا مشاكل ديال الحركة مزيانة الحمد لله. كندخلوا بوليد بوليد، كل واحد كنخدموا معاه داكشي اللي خاصو. كاين اللي عنده مشاكل في الويدات، كاين اللي عنده في الرجيلات، كل شنو المشكل اللي عنده، وتنخدموا مع كل واحد بداكشي اللي خاصو. ضروري الترويض الطبي، اهميه ديالو كبيره بزاف. كاين هكا وليدات اللي ما كانوش كيقدروا كيتمشاو، كنعاونوهم باش كيبداو كيمشيو. كاين اللي عنده مشكل في الويتو ما تيقدرش يهزها ولا شي حاجه، كنعاونو. المهم عنده فائده كبيره. السلام عليكم، انا كوثر طريبشه، مربيه متخصصه في مركز اطفال توحد. كنقوموا بعده خدمات الاطفال، كنديروا التربيه الخاصه، وكيجيو عندنا الناس اطفال كيديروا حصص ديال التربيه الخاصه، كنخدموا معاهم كل اطار كيخدم مع طفل، وكنشرف على البرامج التربويه اللي كتعطينا اللي كيعطينا الاخصائي النفسي. وكندير تقييم شامل للاطفال، شامل ديال من كيدخل عندنا الطفل خاصنا نديرو ليه واحد التشخيص، وكنديرو ليه تقييم شامل. كنصح الامهات، اي ام عندها طفل توحدي خاصها تبادر انها تقلب على شنو دير مع ولدها، شنو فين خاصو يوصل ولدها. خاصه من دابا كاينين اباء، واخا انت كتحط برنامج، واخا انا كتخدم، ما كيكملوش داك البرنامج في البيت، خاصهم يكملوا داك البرنامج اللي تنخدمو حنا باش نمشيو بداك الطفل بعيد. اما لا بقينا حنا كنخدمو هما ما تيخدموش، راه ما عمرنا غنوصل. خاصه نخدموا في المركز، نخدموا في الدار، تخرجوا على برا يخدم، ماشي غير بوحدنا تنخدموا، خاصه الاباء يعاونونا باش يخدموا في البيوت. اما لما خدموش في البيوت راه ما يمكنش ان الطفل غيوصل لواحد المستوى. حنا بغينا نوصلوا لواحد الطفل لواحد المستوى وفي وقت وجيز، اما الا خدمنا بوحديتنا كناخذ واحد الوقت طويل. السلام عليكم، معكم أميمة الحر، أختوفونيست، كنشتغل في هذا لو سونتر هذا اللي هو جمعية أباء أطفال التوحد اللي كتواجد مدينة أسفي. كنخدموا مع هاد الوليدات اللي عندهم صعوبة في التخاطب والكلام، وبصفتي أختوفونيست كنشتغل معهم على هاد لو بول هذا. هنايا في لو سونتر كنخدموا اون ايكيب بلوريديسيبلينير اللي كيتواجد فيها خدمات طبية وشبه طبية. الخدمة مع هاد الوليدات كتكون شي شويه صعيبه، اللي كتطلب مجهود اللي كيدار هنايا في لو سونتر، ومجهود اللي كيدار في الدار وفي لونطوغاج ديالو. فكنطلب من الاباء والانفيرونمون والناس اللي كيدوروا بهم هاد الوليدات، يفهموا الوضعيه ديالهم ويشتغلوا معاهم، يخدموا معاهم ويتواصلوا معاهم كاطفال، ياخذوا بعين الاعتبار الصعوبات اللي كيواجهوها هاد الاطفال، ويتعاملوا معاهم تعامل اللي يليق بهم. السلام عليكم، معكم سناء، مربيه متخصصه في مجال التوحد بجمعيه اباء اطفال التوحد بمركز سيدي بوزيد، ومؤطره في العمل الوظيفي. بالنسبه للعمل الوظيفي اللي كنقوموا به مع الاطفال، كنساعدهم على الاستقلاليه بالذات ديالهم باش يقوموا بالاعمال ديالهم بوحديتهم. بالنسبه اليوم عندنا ورشه طبخ اللي كنقوموا بها بالاطفال، يتعرفوا على المكونات ديال الطبخ ويشكلوا لنا العجين. بالنسبه للعمل ديال المركز غير كافي، ضروري من العمل في المنزل اللي تقريبا كيكمل نسبه 90%، حيت العمل في البيت ماشي هو العمل ديال المركز. العمل في البيت كيبقى عنده واحد الدور كبير بالنسبه للطفل.